صحيح، زي ما روحنا كثير ناقشنا في حلقات سابقة يعني عن موضوع التغيرات المناخية، وكمان حلقة يوم الأحد أنه الوقت برضو بيطول بيتغير أيوة. وبيتغير، وعمليات برضو التبخر اللي زادت في الغلاف الجوي وأدى إلى تطرف مناخي وعنف الظواهر الجوية، ومؤتمرات المناخ اللي طبعا بتعمل يعني وبتنادي بضرورة الوقوف عن هذا الحد، وعشان ما نشهدش يعني ارتفاع أكثر في درجات الحرارة وظواهر أخرى. ولكن تخرج هذه المؤتمرات مع الأسف، لكن ما فيش أشياء إلزامية، ما فيش أشياء تشترط أو تلزم الدول فعلا على تخفيف النشاط الصناعي والأشياء التدخلات البشرية اللي فعلا بتأثر وبتكون سبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام وتغيرات المناخ. طبعا كل دول العالم تأثرت بهذا التغيير، وطبعا منها اليمن وخاصة دول في الوطن العربي لأنها دول غير مستعدة لهذا التغيير اللي حاصل. هذا مشاهدينا هو موضوع